محافظة عراقية ليست لها حدود مع دولة أخرى. بغداد. مشروب لا نقدمه في مجلس عزاء. البيبسي. باللهجة العراقية بمعنى سكوت وصمت. كافي. لعبة من قطع كثيرة. شطرنج. شيء مرتبط بالرقبة. قلادة. شكرا جزيلا. يا وردة يا وردة، عشان انت معدل. خلينا نشوف النقاط مالتك معدلة لو لا. ان شاء الله. عافية. خمس أسئلة سألتك إياها أخ محمد، خلينا نشوف إجاباتك إيش قد جابت لك نقاط. السؤال الأول كان محافظة عراقية ليست لها حدود مع دولة أخرى، قلت بغداد. بغداد نعم، وحدها ملكة. بغداد. السؤال الثاني مشروب لا نقدمه في مجلس عزاء، قلت البيبسي، والبيبسي جاب لك 25 نقطة. جيد. السؤال الثالث باللهجة العراقية بمعنى سكوت وصمت، قلت كافي. كافي هذا أمر لا، خمسة ضعيف. كافي يعني خلص، مو صمت وسكوت. بعدين نقول شنو الصمت إنه يجي بعدين غيث. السؤال الرابع لعبة من قطع كثيرة، قلت الشطرنج، والشطرنج صحيح. 28 نقطة 89. أما السؤال الخامس شيء مرتبط بالرقبة، قلت القلادة، والقلادة نعم. 30 نقطة. 119 نقطة، يعني باقي 81 نقطة إلى غير. تفضل.